دخل للدار وهاك امك هاك باك وانا طوال ميتين تفرجوا في منعي مناش كيدوز على الله دايروا هنا ودايروا هنا وغيوقف معايا الله حيت ما كنكذبش. انا اليوم اختاريت حياتي، اختاريت العيشه اللي غنعيش، واختاريت واحد تقريبا 30 عام في عمري. انا ما غاديش الناس تعيش 30 عام اخرى، الا بقيت معاك ما غنعيشهاش، حيت انا عشت 25 عام وعشت معاك انت 5 سنين، واللي عشت معاك هاد 5 سنين ما تيشتي حالتك ولات دمرت. شنو غادي معاك 5 سنين اخرى غنكون مت، 5 سنين للمرض و 5 سنين للموت غنكون مت. علاش من الناس هادشي؟ والمرأة، والمرأة هي الحلاوة في الدار، كلام طيب، كلام زوين، كلام المعسول، الحاجة الزوينة، الحاجة كتشهى تدخل للدار باش تشوف المرأة ديالك في الدار بحال شي تفاحة. انا كندخل للدار وهاك امك هاك باك وانا طوال ميتين تفرجوا في منعي مناش كيدوز. ما غنعيش انا في هاد العذاب كامل، انا ما غنعيش في هاد الضغط كامل وفي هاد قلة القيمة وفي هاد الإهانات وفي هاد الخيخ. لا، العام الاول قلت باقا صغيرة، العام الثاني كتوحد، العام الثالث غدير عقلها، العام الرابع غدير عقلها، حملت غتولد، سند غدير عقلها غتقلب الاولاد، كتهزي ولادك وتمشي. غير شي واحد النهار غدار في عمري 50 عام ولا 60 عام ولا غتسمحي فيا وانا شتاهر في الفراش، غير كلمه جوج غنمشي بحالي. وانا ما عنديش حق نهضر اخوتي العزاز دابا، بغي يقولوا لي كلام الحق، واش بعدا كيف ما بغي يكون كيتفرجوا فيا عيالات ولا رجال؟ واش اخوتي العزاز واش ما كاينش شي مره اللي كتغوت في الدار وكيقول لها راجلها ما تغوتيش الجيران كيسمعوا؟ خليوا لي التعاليق. واش كاينه شي مره راجلها كيغوت وكتقول له غير شويه الجيران تيسمعوا؟ انا ديك الكلمه اللي قلت لها هزات ومشات بحالها. والانسان اللي كان جالس معاك غير على سبه، غير الماء والشطابات كاع البحر، اللي حنا غير نهضروا نمشيو نغضبوا نغضبوا، وكاجي نغضب عليك انا شحال من غضب خصني نغضب؟ انا شحال من كلام قلتي لي خصني نغضب عليه؟ ماشي نغضب عليه، نتفاك معاك نتفاكوا. قالت الله يسامح الله يسامح الله يسامح الله يسامح الله يسامح. اليوم فاش خرجت نهضر جاتكم في جنبكم، راكوني عاريه بنت الناس، كان غير جبد لي نجبد ليك.